Good morning, ladies and gentlemen. Today I will lecture about what is drama, definition of drama, origin of drama, types of drama, and elements of drama. Let's start with the definition. طبعا تعريف المسرح. A drama play, طبعا هي المسرحية اللي مقصود بها هنا, is a story enacted on stage for a live audience. يتكون التعريف من ثلاث عبارات بسيطة. Is a story enacted on stage, هي قصة مثلا على المسرح للجمهور, for live audience, الجمهور بصورة مباشرة. The origins يتكون من ثلاث نقاط. The word drama comes from the Greek verb drawn. كلمة الدراما تيجي من فعل الرق drawn, which means to do or action. رقم واحد. رقم اثنين. The earliest known plays were written around 5th century BC. كتبت طبعا أوائل المسرحيات في القرن الخامس قبل الميلاد. طبعا they were produced, اللي هن المسرحيات اللي كتبت في القرن الخامس قبل الميلاد. They produced, رقم ثلاثة, for festivals, للمهرجانات, to honor Dionysus, لتكريم Dionysus, god of wine and fertility, إله الخمر والخصوبة عند الأغاني. أنواع المسرحيات. عندنا المسرحية الأولى طلابنا, النوع الأول تراجيدي, طبعا in Greek sense, بالمعنى الإغريقي, a play ends with the death of at least one of the main characters, هي قصة أو المسرحية اللي تنتهي بمقتل أحد الشخصيات الرئيسية. In modern usage, باستعمال الحديث, it refers to a play that doesn't have a happy ending, تشير إلى المسرحية اللي ما تكون نهايتها سعيدة. كمثال, يعني عند الإغريق لازم البطل يموت أو أحد الشخصيات الرئيسية. بالوقت المعاصر قد يكون يعني مثلا مسلسلة بنهايته إنه البطل والبطلة ما تزوجوا, فهنا راح تكون نهاية غير سعيدة, تكون هناك فيها happy ending, ذاك راح تكون تراجيدي. كوميدي السعيدة, قصة أو المسرحية السعيدة, in the Greek sense, بمعنى الإغريقي, it is a play that doesn't end in death, هي المسرحية اللي تنتهي بالموت. In modern usage, بمعنى الحديث, it refers to play that ends happily or that is a humorous, اللي تنتهي بصورة سعيدة أو تكون فكاهية. عند الإغريق لازم إذا ما انتهت القصة بالموت هي كوميدي, بمعنى حديث تكون نهايتها سعيدة أو تكون مضحكة, مثل مسرحيات عادي إمام, تنتهي بزواج مثل 12 نايت إلى آخره. تراجي كوميدي, تراجيدي كوميدي, مثل عند البشير شو, يعني هاي البرامج ولاية بطيخ اللي تكون تراجي كوميدي, بلاين مش يعني سيريس اند كوميك ايلمنتس ار ميكس, يكون يعني موضوع جدي عامل بطريقه ساخره. تراجيك هيرو, هو ذا تراجيك هيرو, بطل المأساوي, اذا نوبل ادمار ان ماني ويز بات هاز تراجيك فلو, هو يكون نبيل وعنده يعني مو دائما يعجبون بالقراء, ولكن تكون عنده شنو خطا مأساوي. A personal thing, عيب شخصي, that is to a tragic end, يقود الى نهايه مأساوية. عناصر المسرح, elements of drama, ايضا هن elements of يعني of let's say of story. عندنا المطلوبات منكم يعني اللي هي language, البلاط, العجيز الثيم يعني, والكاركترز والسيتنج, المكان, الميوزك, تبي سبكتاكل, الجمهور والموسيقى تحضر نخلي السيتنج, لان هذا يتعلق بالتطبيق العملي, احنا فقط عن نظري. عندنا يجي الاول elements language, عندنا رقم واحد dialogue. Dialogue هي conversation of characters on stage, هي محادثات ما بين شخص الاثنين على المسرح. Monologue, long speech given by one character to others, هو كلام ينطى من واحد الشخصيات للآخرين, يكون كلام مطول يعبر منه خلال الشخصية عن أفكاره ومشاعره. Soliloquy, speech by character on stage to himself or herself or to the other to the audience, يكون لازم الشخصية وحيدة على المسرح, يعني اللي يقول سيلوكوي لازم يكون وحيدة على المسرح, ما يكون لها شخصيات, إذا وجد الشخصيات حيكون مونولوج, إذا وحيدة على المسرح يكون سيلوكوي, يعبر عن مشاعر الداخلية وأيضا يعني طلابنا أفكار. Asides are remarks, هي ملاحظات تعطى الجمهور أو شخصية أخرى أو one character. The other characters on stage do not hear an aside. طبعا الحديث الجانبي احنا نصح نقول بعامية القصف, يعني شايفين واحد ميت
تحط دير حديد جانبي مثلا خلينا نقول يسوي نميمة يشيل ريبة شخص آخر فيكون أساعد حديد جانبي. الشخصية اللي جاي نقص بهم يسمع هذا الكلام. طبعا الفانكشن كل واحدة بيهم عندنا الثيم هو الرسالة اللي يوصلها القارئ الاهتمام الرئيس الكاتب الفكرة المسيطرة الأفكار يعني الأفكار المسرحية. كاركتر رقم 3 من العناصر أو C can defined as any person تكون عادة أي شخص حيوان شكل represented figure represented in every word مو لا يكون إنسان ربما حيوان أو شكل من أشكال ربما صخرة تتكلم إلى آخر حسب المسرحية. Types of characters أنواع الشخصيات the center the protagonist the hero يعني عندنا اثنين antagonist the villain شرير the forces working against him her القوة اللي تشتغل ضده قد تكون روح قد تكون شيطان يعني قد تكون روح شريرة قد يكون شخص or the person thing conventions of society تقاليد المجتمع شخص أبيض ما يقدر يسوي يتزوج من امرأة سوداء لأنه بسبب يعني بشرة أو traits of their own characters أو عناصر يعني عفوا صفات شخصية عند الشخصية نفسها يعني شلون يعني دكتور فوستس يقول النقاد أنه سبب قتل يعني هلاكه هو his pride كبرياء أو غروره hamlet hesitation إلى آخره كل نوع هذا الشخصي. foil هو الخصم يكون خصم علمي للبروتاغونست ليش هاي الشخصية موجودة is a character who contrasts with another character usually the protagonist in order to highlight particular qualities of the other character عادة هو شخصية تناقض شخصيات أخرى حتى يسلط الضوء على خواص أخرى يعني الشخصية. طبعا الكونفيدنس الشخصية الرابعة احنا عندنا خصم كونفيدنس صديق الصدوق أو صديق الثقة. is a character in the story that protagonist confide in and trust هو الشخصية القصة اللي يثق بها ويتكل عليها البطل. البلوت الحبكة يعني القصة دي is the sequence of events which the story of which the story composed هو تسلسل الأحداث اللي تقودنا للقصة. شوف تبدي برولوج بمقدمة صراع conflict اللي هو rising action يعني صعود بالأحداث conflict و crisis يكون من اثنين نعنا عندنا climax ذروة الأحداث نعنا تمثل بهذه القمة falling action نزول بالأحداث وعندنا the end of let's say resolution اللي هي الخاتمة. exposition نعم كاتب شي سوى introduce the character the goals and motivation قدم لنا الشخصيات أهدافهم وحوافزهم يعني يا جهة الخير أو الشر. rising action involves the build up of events until the climax ويضمن بناء بالأحداث لحد وصول لحظة الكلايمكس. طبعا يتكون rising action من جزئين conflict صراع a point of time in which all major characters have been introduced هو يعني نقطة تسلسل أحداث القصة اللي كل الشخصيات بها قدمت their motives and allegiances حوافزهم تحالفاتهم have made clear أصبحت واضحة and they began to struggle against one another ويبدأوا صراع واحد ضد الآخر. crisis الأزمة it is the event that catalyzes the protagonist هي الحدث اللي يحفز البطل to go into motion حتى شنو يعني يتحرك and to take action أو ياخذ يعني حدث. The climax is turning point or highlight point of the story الذروة يعني حدث الذروة أو نقطة الذروة الأحداث يكون هو نقطة انقلاب الأحداث أو أعلى نقطة بتسلسل أحداث القصة اللي هي هاي هنا. عندنا following action phase تكون هاي مرحلة من consists of events that lead to the ending تكون من أحداث تقودنا إلى النهاية. resolution الخاتمة the end in this phase the protagonist and antagonist have solved their problems البطل والشرير حلوا مشاكلهم and either the protagonist or antagonist win the conflict إذا فاز البطل حتكون كوميدي نهاية سعيدة
وإذا فاز الشرير راح تكون تراجيدي. ذا سيتنج يعني مكان وزمان حدوث الحدث. مكان وزمان حدوث الحدث. The setting of the play refers mainly to the time and place in which the action occurs. يشير إلى مكان وزمان حدوث الحدث. Good luck, ladies and gentlemen. I hope that you enjoyed this lecture.